السلام عليكم متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم، أتمنى أن تكونوا بخير وفي صحة جيدة. لا تنسوا الاشتراك على قناتكم مفتاح الحياة وتفعيل الجرس حتى تتوصلوا بالفيديوهات الجديدة أول بأول، وشير لتقاسم الفيديو فيما بينكم سواء عبر الواتساب أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. في فيديو اليوم سأقدم لكم وصفة رائعة جدا للتخلص من حساسية البشرة ومن إحمرارها. نعرف أن البشرة الحساسة تتميز بهذا المشكل بحيث تصبح محمرة جدا، وهذا راجع لحساسيتها الزائدة. إذن لعمل هذه الوصفة للتخلص من هذا المشكل والذي يظهر بالأساس في الجو الساخن وحتى كذلك في الجو البارد، لكن بما أننا على أبواب فصل الصيف فهذا المشكل يزداد حدة عند بعض السيدات اللواتي يتميزن بالبشرة الحساسة. لعمله سأحتاج للطين الأبيض. الطين الأبيض رائع جدا للبشرة الحساسة بحيث يعمل على تهدئتها والقضاء على تلك البكتيريا المسببة للإحمرار. سأحتاج أيضا إلى ماء الورد، وسأحتاج إلى قطرات من زيت البابونج. زيت البابونج يعالج جدا الالتهابات الجلدية وكذلك القروح. إذن لنمر لطريقة تحضير الوصفة، ولكن قبل ذلك دعوني أتحدث عما لا يتوفرون على زيت البابونج. يمكنهم فقط أخذ البابونج وإضافة القليل من الماء إليه الساخن، يعني سنحصل على منقوع. هذا المنقوع سنقوم بخلط الوصفة به، يعني من لا يتوفر على زيت البابونج يمكنه أخذ البابونج منقوع البابونج وإضافته مباشرة إلى الطين وعمل الوصفة دون عمل الزيت. إذن لكم الاختيار، سواء تتبعون هذه الطريقة باعتماد زيت البابونج وماء الورد والطين، ومن لا يتوفر على الزيت يمكنه استعمال منقوع البابونج مع الطين فقط. إذن سنأخذ كمية من الطين الأبيض. إذن الطين الأبيض معقم، الطين الأبيض معقم ومطهر، وهو مناسب كما قلت للبشرة الحساسة كما أنه يعيد إليها النضارة. سأخذ كمية صغيرة فقط عند خلطه، يعطي يعني كمية كافية لفردها على الوجه. سأضيف القليل فقط، ثم سأخذ ماء الورد لنخلط حتى نحصل على ماسك متجانس، وسأضيف القليل من الزيت. إذا نخلط الماسك جيدا، إذا هذا هو الماسك. إذا الماسك رائع جدا، إذا هذا الماسك يطبق على الوجه ويترك لمدة ربع ساعة ثم يغسل بالماء البارد. يفضل أن يكون الماء باردا حتى يهدئ البشرة ويزيل الإحمرار. إذا أتمنى أن يكون ماسك اليوم قد نال إعجابكم. إن أردتم الوصفة مكتوبة زوروا موقعنا مفتاح الحياة وكذلك صفحتنا على الفيسبوك، وإلى اللقاء في وصفات قادمة ومجربة.